امبارح كنت عم بقلب على الفيسبوك وما بعرف كيف رجعت لشهر 10 سنة 2017 وشفت بوست لصاحبة لي اسمها أسيل صالح، كانت مصورة هيك من شباك شغلها صورة لبرا للأرض برا، وكاتبة عليها إشي كثير حلو. كاتبة عليها: يا جماعة، زي ما في روائح بس نشمها عطول، بخطر ببالنا ناس منحبهم، دايما ريحة الأرض بأول شتوة بتذكرني فيكي خيتة رند العالمي، your favorite smell ريشور. وعن جد يا جماعة، من الصورة قدرت أني أشم ريحة الأرض بأول شتوة ورجعتني لأيام مزرعتنا بالغور مع الوالد الله يرحمه. يعني عمركم مستمعينا كنتوا بالسيارة وحاطين هيك على مزاجة فأم وسمعتوا أغنية معينة وقعدتوا تحكوا وال شو زمان عن هاي الأغنية، وتذكرتوا مثلا مع مين سمعتوها والموقف اللي سمعتوها فيه. ممكن كمان تكونوا ماشيين أو رحتوا على مكان ذكركم، سواء كانت ذكرى حلوة أو بشعة، بشخص معين ما بعرف لساته موجود حياتكم أو لا، وبرضه استرجعتوا كل الحديث اللي دار بينكم وبينه أو بينها لهاي الشخص أو الشخصة. المهم يا جماعة، يعني أنا من هدول الأشخاص اللي ذكرياتي مرتبطة بالروائح بشكل عام. يعني مثلا لهلا أنا بتذكر ريحة إيدين أبوي، بس هيك كنت أمسك إيده أشمهم الله يرحمه. طبعا لهلا بتذكر ريحة روضتي لما كنت أروح عليها، طعم سندويشة لما كنت أكلها هناك، بتذكر ريحة الكتب، بتذكر كتير شغلات ولحظات معينة بقدر أني عن جد أرجع لهديك اللحظة بمجرد ما أني أشم هاي الريحة. أنتم مستمعينا، شو أكتر شيء بيرتبط في ذكرياتكم؟ العطر، المكان، ولا أغنية؟ أكيد بحب أسمع منكم. أحمد ديرانية تحياتي لإلك، بحكي الصراحة شيء سيء لما ترتبط ذكريات شخص حبيتيه بأغنية، لأنه كل ما تسمع هالأغنية رح تسترجع كل هالذكريات بلحظة واحدة وتغير حالتك النفسية بالكامل. أما سلمى محمد فعم تحكي بعض الأغاني إلها ارتباط وثيق ذكرى معينة، الذكرى ممكن تموت معلمها إلا الأغنية بتضل. السلبي بالموضوع لو ارتبطت أغنية جميلة بذكرى سيئة. طبعاً الأغنية هاي لأكيد الفنان الأردني الرائع توفيق الدلو. أنا برمضان كان في هيك ببرنامج ساهدني عملت معاه مقابلة، وقلت له أنه هاي الأغنية تحديداً بتذكرني لما كنا بوادي رم أنا وصحابي وصحباتي وقلبنا بالسيارة. باسل منحم عم بحكي ريحة القهوة مع البرد والشتاء بترجع للواحد ذكريات بتكون مرات أقصى من البرد نفسه. أما زين حمودة بتحكي: أنا عن نفسي العطر، كل عطر بذكرني بمرحلة دراسية معينة. أما طارق عم بحكي: عطر اسم مكان، نكتة، طريقة كلام، صوت، شكل، أغنية، أسلوب، زعل، رضا، جفا، صد، جنون، كلها بتدمرك إذا ارتبطت بشخص معين. رح نستقبل أول اتصال من زياد على 0788-95-3-95-3. يسعد مساك يا زياد. مساء الخير. مساء الورد، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، كيف أموركم أنتم؟ إحنا ممتازين يا زياد. من وين عم تسمعنا؟ الله يخليك يا رب. من وين عم تسمعنا زياد؟ أنا بسمعكم من عمان. من عمان. طب احكي لي، شو أكتر شيء هيك مرتبط في ذكرياتك، العطر، المكان، ولا أغنية؟ والله هو شوفي، كل إشي بيرتبط بحدا معين. عرفتي؟ يعني فيش إشي أغنية ممكن ما تذكرك بحدا، ما في ريحة عطر مثلا ممكن إنه ما تذكرك بحدا، عرفتي كيف؟ صح. بس هلأ الأشياء اللي يعني الإنسان زي ما نحكي حياته وبيسك تكون بحياته الأساسية، مثلا ريحة إمه. صح. عرفتي؟ بعمره بحياة الإنسان ما بينساها. صح، 100%. يعني ريحة ابني، يعني لو أغمض عيوني ويحكوا لي مثلا طول ريحة ابنك من وين، من مليون ألف غسل مثلا بطولها بسرعة. صح، بالذات لما يكون صحيين من النوم وريحة النوم عليهم. ولا لا صاري يعني، بس ريحة الريالي تبعتهم حلوة وحياة الله. كل شيء الواحد ابنه بجنن فيه، حتى أمه حتى أبوه. يعني هاي الشغلات، هاي شغلات بحياة الإنسان بضلوا عايش من لما ينخلق بالدنيا لحد ما ربنا ياخذ امانته، خلص ضل حافظهم. بالضبط، يا رب ان شاء الله كل شيء هيك حلو. يعني طريق مثلا، اغنيه بتذكرك بصديق، بحبيب، باي انسان كان عابر بحياته. يعني صح، ان شاء الله هيك ما في حدا هيك بيعبر زي ما بقولوا مرور الكرام بحياه اي بني ادم. ان شاء الله كل الاشخاص اللي بنحبهم بيحبونا يضلهم معنا كل الوقت. وبنتمنى لك اكيد يا زياد كل شيء حلو بالدنيا، وبنشكر اتصالك، اهلا وسهلا فيك. ريم المجالي يسعد مساكي بتحكي: اكثر شيء الاماكن ما بتنتسى، بتضلك تتذكري كل ما تمري من الشوارع. وكمان عيسى محمد بيحكي: انا ريحه الخشب بتذكرني بالفلقه اللي كنت اكلها من الاساتذه بالساحه.
سارة محمود تحياتنا لإلك وشكرا على الكلام الحلو. عم تحكي أغنية أو ريحة برفيوم معينة، هدول إذا بسمعهم أو بشمهم على طول بتمرق قدامي ذكرى مستحيل أنساها وبحس حالي عم بعيشها من جديد. نجوم الطهر كل مكان كل مكان معي أنا معي أنا مع رند العلامي بس خلاص.